مين الأبراج اللي بتحب نفسها؟ العذراء طبعا. هو سؤال العذراء هيزعل طبعا. ناس كتير. والنبي انا بقولها بضحك للكاميرا. هو هيزعل ناس كتير. خليني أقول الميزان. شوية عنده حتة حب نفس. الحمل يعني أناني شوية. الحمل. العذراء عارفه. الثلاثة دول عندهم. مالوش حاجه جديده. انا ما حدش يقرب مني، انا ما حدش يجرحني، انا انا ما دونت حدش تاتش. انا انتاتشبل. دونت تاتش. تجيش عندي وترسم خط. مين اكتر الابراج اللي بتتعرض للصدمات؟ الابراج المائية سرطان لا، هما وعقرب الثلاث ابراج وحوت. المائية لما بيتصدموا بيعيشوا في الصدمة شوية. الثلاثة بيغرقوا مش بيعيشوا. السرطان والعقرب والحوت، واكثر عرضة برضو الجوزاء يتعرض للصدمات، و الهوائي الميزان. طب مين اكتر الابراج اللي ما تعرفش تعتذر؟ الاعتذار عندها صعوبة، تعرفش تقول انا اسفة. ما تعرفش تعتذر. العذراء ميرسي. والاسد يقدر يقولها بطرق مختلفة بس ما يقولش انا اسف. يعني يلمح لك، يفتح معاكي كلام فيهزر، فخلاص انا كده طب ليه صالحتك. العذراء صعب ان هو يعتذر؟ مش انا عارفه ان دي حقيقه. هل ايه تكوينه الترابي الصلب، لان هو العذراء تراب. تراب يعني ارض، يعني صلابه، يعني واقع. فحته الاعتذار دي حاجه انسانيه شويه، يعني حاجه بتلمس كده ان انا احس قصدك؟ بالذنب. مين يا لا لا، ما انا عايزه اقول حاجه، ان حاشا وكلا، حاشا ان احنا ما وكلا. عندناش الانسانيه لا السنسيتيف لا، دي. العذراء والتور والجدي، الثلاثه دول موضوعيين قوي، بيحكموا عقلهم. الحياه عندهم عقل، فكر، منطق، تنظيم، دقة، دي الأولوية. ايوه بس ده ما ينفيش الاعتذار. الاعتذار ده بقى معناه ايه؟ شيء ان صعب في ضمير، بالنسبة ان للعذراء. مش ضمير، يعني طبعا كل الأبراج عندها ضمير، ان انا ايه مراجعة ان هو نفس غلطان. لوامة، ما عنديش. اتأثر قوي، انا صعب عليا ده، حتة صعب عليا ده، فمعنى كده القلب بيتكلم، القلب حركك فصعب عليكي هذا البني آدم، ففي يا تعاطف. بنتي قلب قلب العمل العذراء ده هي بتقول مفيش قلب قلب العذراء ده بيحركه. ما مش لا سهل انه يتحرك انا كده، حاجه كده صلبه عندي امل موجوده. ان شاء الله قلبها يتحرك قد يبدو وتتغير. الترابيين يبدو ان هم قاسيين او باردين، بس ده يبدو على فكره هم اكشولي هم جواهم جزء مشاعر. لكن خلينا نقول ان بس بيتحكم الابراج فيهم المنطق عقل، ودماغهم شغاله طول منطق، الوقت. نظام. افتحي قوس العذراء ليه؟ اولا العذراء تحديدا عن الابراج الترابيه الثانيه بيحكموا عطارد. فعطارد ده هو عقل. كوكب، حط اللي هو حط قلبك على جنب، هو العقل والمنطق والنظام والترتيب، هو ده. فما ينفعش انك حاكم برجك بيقول لك انت كده، ما طيب. ينفعش انك تغيري طبيعتك. بالظبط. بالذات لما بقى عذراء عذراء، يعني انا بيور، عذراء بيور. بيور زي مفيدة.